حسن بنرحب بيك في المؤتمر الصحفي. مرحبا بك. تحضيراتكم كلاعبين في ظل القيادة الجديدة للاتحاد الفني، وشايفين المباراة ازاي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة صعبة، نبارك أول شيء للاتحاد فوزهم بطولة كاس أوريدو، وإن شاء الله إحنا داشين المباراة تفكيرنا وبالنا 3 نقاط لا غير الفوز. يعني همنا شايفين المباراة صعبة، ما في مباريات تنافسية سهلة، مباراة صعبة، لكن كلنا ثقة في القيادة الجديدة وروح معنوية عالية جديدة، يعني كل شيء جديد، وإن شاء الله فالنا 3 نقاط. كابتن مرغاني طلب منكم قبل المباراة نستمتع في المباراة، نلعب بدل 100% 200% وإن نستمتع في المباراة. وأهم حاجة الروح القتالية. كل التوفيق. وياك حبيبي.